وشيعت جماهير شعبنا في محافظة نابلس، شيعت جثمان شهيد الطفل أحمد شحادة إلى مثواه الأخير. أتمنى أن يزفى شهيدا. يسأل الطفل أحمد شحادة ابن 16 ربيعا والده قبل استشهاده عن موعد زفافه شهيدا كما يزف الشهداء. كل أسبوع يقول لي يا بابا أنت بدك تزفني، أنا بالذات كان يقول لي أنت بدك تزفني، والولد راح شهيد والحمد لله رب العالمين، وهذا شهيد فلسطين، شهيد الشعب الفلسطيني كلياته، وهذا الصبي يا عمي كان متمني الشهادة من سنتين، شايف علي؟ والحمد لله نالها. أحمد كان يتمنى الشهادة من بعد ما استشهد غيث، أحمد طلبها منالها يا رب.